انت كنت واقفه على اول الحاره بتاعته العربيه بتاعتك، وبعت السواق بتاعك عشان يجيبهولك لغايه عندك. هو انت لسه بتراقبني لغايه دلوقتي؟ لا ما براقبيش، انا براقبه هو، براقب واحد كان ماشي ورا بنتي، وانا كأب وخايف عليها طبيعي اني اعمل كده. انا عارف انك انت كأم متحضره، دماغك متفتحه، شايفه ان الموضوع ما فيهوش اي حاجه، مش كده؟ لا مش كده، مش حقيقي الكلام ده. وبغض النظر عن اسلوبك، انا لما قابلت خالد ما قابلتوش عشان اطبطب عليه ولا عشان ارحب بمشاعره. انا عارف ما كنتيش بتطبطبي عليه، هو كنت بتطبطبي على بنتك ساعه ما حسيتي اني باباها قسي عليها قوي وشد عليها وما كانش بيخليها تعمل اي حاجه. ساعتها ظهرت الام جميلة اللذيذة اللي قلبها طيب وكبير وحاسة ببنتها. وده كمان مش حقيقي، لأنه جنة ما تعرفش أصلا إن أنا رحت قابلته. ما تعرفش يعني إيه؟ يعني أنا رحت قابلته من وراها. أنا لو مدبرة معاها كنت على الأقل أخدت رقم تليفونه منها، إنما أنا ما عملتش كده. أنا زي ما حضرتك لسه قايل، رحت وقفت على ناصية الحارة وبعت السواق بتاعي علشان يدور عليه ويجيبه. ماشي، فاتتني دي. انت طول عمرك كده، طول عمرك بتتهمني في حاجات مش موجودة فيا اساسا، حاجات موجودة في دماغك بس. لا بقولك ايه، ما تهزيش وتحاولي تقلبي الترابيزة عليا. انت قابلتي الواد ده ليه؟ علشان اوصل معاه لنفس النتيجة اللي انت عايز توصل لها، بس الفرق ان انت حبست وهددت وراقبت 24 ساعة، لكن أنا اتكلمت معاه بالعقل وأقنعته إن قربه من جنة هيدمره وإن جنة ما بتحبوش. يعني معاه حق، خوفت الواد مني، وأنت اللي قلتي له إنه ما يرجعش المكتب هنا تاني. جابر طاحون هو اللي طلب منك إن أنت تشغل خالد؟ هذا ما كانش طلب، ده كان شبه أمر. وأنا بصراحة ما كنتش هحكي لك لولا انك صرحتي اني كنت في الحفله. انا صرحتك عشان لو عرفت من ورايا ما تفتكرش ان انا كنت مش مهم السبب، المهم انك قلتي لي الحقيقه. بصي يا كاميليا، انا طلبت اني اقابلك النهارده عشان كنت هعرض عليكي عرض كان هيريحنا انا وانت، بس الصراحه بعد اللي انت حكيتيه لي ده انا هعرض عليكي عرض تاني، عرض اهم بكتير وهتكسبي منه كتير قوي. أنا مش عايزة منك مكاسب ولا خدمات يا سالم، أنا عايزة حاجة واحدة بس. بنتك، أنا عارف، وهو ده اللي هعرضه عليكي. ده بجد؟ أيوة، وأنت عمرك شفتيني بهرج، وأنا موافقة على أي حاجة. سوريا أبو طالب. سوريا؟ أحسن حاجة حصلت إنك تعرفتها على الست دي، عشان هي دي السكة الوحيدة اللي نعرف فيها الحقيقة، حقيقة علاقة جابر بخالد وعلاقته برضه بأمه الفراشة اللي المفروض أنقذت له حياته. بصراحة السكة دي محدش هيعرف يسلك فيها غيرك أنت، عشان كده أنا معتمد عليك أوي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.